السلام عليكم خوتي، معكم ميدو كلاش. ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين. خوتي كاين بعض الناس خصوني على هذا اليوتيوب. خوتي اليوتيوب هذا اللي راه مدوخنا ومدوخ الناس. خوتي الحمد لله يا رب العالمين. يقول لك واحد الناس، حنا كيما نقولوا اصدقاء عزاز علينا، راهم باغيين يبداو في اليوتيوب ولا بداو ما نجحوش وصاروا لهم عراقيل وبداو منا. خويا خوتي شا باغي نقول لكم انايا الا نقدر نفيدكم بصوالح صرا ولي انايا ماشي ملاح في اليوتيوب نفيدكم بهم. واش هو خويا شا باغي نقول لك؟ خويا حطي روحك، عس روحك من حقوق الطبع والنشر، حقوق الطبع والنشر نتاع المنتدى. كاين عقوبه في المنتدى واعرين خوتي، وما تخونش ما تسرقش الفيديوهات من القنوات الاخرى وتجيبهم في القناه نتاعك ودير عليهم مونتاج ولا تبدل كذا ولا خوتي. يعاقبوك اقسم بالله غير يعاقبوك عقوبه صارمه. اون بليس دي سا، نهار اللي تبغي تفعل قناتك خويا غادي يجيك الرد، غادي تحزن واحد الحزن عمرك ما شفته. التعب تاعك كاع يروح على باطل. يقول لك خوتي علاش ما قبلنا لكش القناه نتاعك؟ يقول لك عندك محتويات متكرره خوتي، عندك محتويات كيما نقولوا باينين بزاف في اليوتيوب وانت راك تزيد ديرهم. وثانيا يعني راك كنت تسرق محتويات الغير، انتهاك حرمه. انت كيما نقولوا راك تخون من اليوتيوب وتجيب لقناتك وديهم على اساس فيديوهات تاعك خويا. مهما يكون عندهم مسرحين، عندك تسريح باش تديهم، اقسم بالله ما يقبلوهم لك. يتسموا محتويات متكرره خوتي، فهمتني ولا ما فهمتونيش خوتي؟ اما اللي ضرب حسابك خويا هما على سماوه صناع المحتوى. خصك تصنع فيديو تاعك تصوره يا من الهاتف النقال تاعك ولا دي تصوره بكاميرا مان تكون، ولا بابسط ابسط ابسط التحديثات اللي عندك خوتي، الامكانيات اللي عندك. سمعتني خويا، صوره وديره في منصة تاع اليوتيوب ودير محتوى مفيد ونافع وعنده فكرة باش الناس اللي تبعك على فكرة، ماشي تبعك على أساس تخون فيديو وديره في القناة نتاعك. هذه الحاجة اللي نقدر نقولها لكم خوتي ونفيدكم بها خوتي. هذا ما كان خويا. وباش يتحقق لك الحلم نتاعك خويا خصك تتكل على روحك. مانيش نقول لك انا بان ولا باني في القناه، قادر ما تبانيش، بصح ديري حاجه اللي كيما نقولوا عندها محتوى، عندها فكره كيما نقولوا، حاجه اللي عمرها ما سمعوا بها الناس، حاجه اللي ما ظهرتش في اليوتيوب، حاجه حصريه خويا. صور طبيعة، دير طبخ، دير خياطة، شوف انت المهنة تاعك وديرها في اليوتيوب، مد فكرة للغير. هذه هي خويا. المهم الحاجة اللي ماشي مليحة في اليوتيوب هي تخون، خيانة ماشي مليحة خويا. الخيانة ما تبغيها لنفسك ولا الغير خويا. خطوكم من الخيانة تاع اليوتيوب وتقول لي راني نحوس نعاود الفيديوهات اللي ما عندها اللي ما بايناش ولا كذا ولا حتى لي فوطو. سروحكم خوتي لي فوطو ما تدوهمش غير من هاكم ديريسانكم وديرهم في اليوتيوب، عتانيك عندهم حقوق طبعا. ماشي خوتي واش نقول لكم في نهايه الفيديو؟ ما تنساوش لي لايك ولي جام ودعمونا خوتي. وهذه هي خويا، هذا هو الفيديو، هذا هو اليوتيوب. صنع محتوى روحك ودخل عليه خويا مونتاج تاعك. راه كاين بزاف لي زابليكاسيون تطبيقات في الهاتف النقال خويا، وخدم على روحك وتكل على روحك، ما تكلش على ظهر الناس. والانسان جامي يطلع على ظهر الناس، طلع روحك خويا بلي من الزيرو وتكل على الله وقول بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله وتوكلت على الله وسير طريق الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.